يعني جامع اليقظة الإسلامية من الجوامع العريقة والمهمة في مدينة الموصل، ولهذا الجامع كما ذكرت أهمية بالغة حقيقة عند أهل الموصل وخاصة عند أهل موصل الجديدة. وبناء الجامع كانت فكرة الحاج عبد الفتاح اللاوند، يعني حسب ما يعني نقرأ في مذكراته رحمه الله تعالى، حيث إنه يقول عندما جاء إلى هذه المنطقة، منطقة موصل الجديدة، في يعني سنة 59، وبحث فلم يجد يعني أي جامع أو أي مسجد في المنطقة يعني يقوم المسلمون فيها بشعائرهم بإقامة الجمع والأعياد والصلوات الخمس. فذهب إلى مديرية الأوقاف في حينها، وكان في ذلك الوقت جامع زينب خاتون في منطقة سرجخانة. قامت البلدية بهدمه، يعني احتمال كان هناك شارع أو فد مشروع يعني مر من يعني أمام هذا المسجد أو من مكان هذا المسجد، فطلب منهم أن يقوموا بتحويل التعويضات تعويض ذلك المسجد، مسجد يعني زينب خاتون، بتحويل هذه التعويضات إلى منطقة موصل الجديدة لبناء مسجد أو جامع في هذا المكان. ولكن في وقتها أتصور يعني الدكتور عبد الستار الحبان رحمه الله تعالى يعني عارض هذه الفكرة وقال نحن نريد أن نعيد هذا الجامع، يعني جامع زينب خاتون، أن يعاد مرة أخرى ويبنى في نفس المنطقة، وهذا هو طلب من الأهالي. قال فيعني صرفت نظر عن هذه المسألة وجئت إلى منطقة موصل الجديدة وبحثت عن أرض فوجد هذه الأرض. وطبعا يعني الجامع هو عبارة عن يعني أرضين، يعني مو أرض واحدة وإنما هي عبارة عن اثنين من الأراضي قام بشرائها. وقال يعني اشترينا هذه الأرض بمبلغ 5000 دينار في وقتها، 5000 دينار. وطبعا يعني قام بإدخال بعض يعني الوجهاء من مدينة الموصل بأن يعني يدخلون في هذه اللجنة. وطبعا ابتدأ بناء الجامع في سنة يعني كان الاعتبارا 19/1/1961، وانتهى أيضا في 19/1/1966، يعني ما يقارب الخمس سنوات. طبعا يعني الجامع مساحته تقريبا 1600، من ضمنه بيت الخادم. أبرز ما يعني أول ما قام بيعني إمامة الجامع وتولى أيضا الخطابة هو العلامة الكبير الشيخ بشير أفندي السقال، وهذا كان من كبار علماء مدينة الموصل، والكثير من علماء الموصل الآن هم كانوا من طلابه أو من طلابه، وأيضا هو كان من ضمن اللجنة المشرفة على بناء الجامع.
وهذا يعني تقريبا هو أول من اعتلى منبر اليقظة، ومن ثم كان الشيخ السيد دحام إسماعيل الحيالي الذي هو والد الشيخ جمال حاليا من علماء الموصل، ومن بعده حسب رأيي الله أعلم يعني حسب ذاكرتي وحسب ما قرأت الهلالي رحمه الله، وكان أيضا مديرا للأوقاف، والشيخ عمر النعمة أيضا كان من كبار العلماء، وبعدين بعد ذلك الشيخ يونس الطائي شيخنا كان من كبار شيوخ القراءات في مدينة الموصل، والشيخ العلامة أكرم عبد الوهاب الملا يوسف وهو شيخ الحديث حاليا في مدينة الموصل، ومن بعده يعني توالى الكثير من الأئمة، مثلا الشيخ الصوفي والشيخ أحمد إسماعيل، وبعدها من الأئمة أيضا الشيخ محمود طه، وبعد الشيخ محمود طه يعني في أيضا في وقتها العبد الفقير محمد خليل عساف لازلت إماما لهذا الجامع، وأيضا الخطيب للجامع يقظة هو الشيخ رعد الراشدي، وهناك بعض الخطباء يعني قسم منهم من خطب يعني خطبة واحدة أو ثلاث خطب أو ما شبه ذلك. نعم. تقريبا بال 71 72 كنا نتردد، وراح جاء الشيخ عمر النعمة الله يرحمه، وراء عمر النعمة بدر هلالي اعتقد، وعبد الله الصوفي، بس عبد الله الصوفي ما طول كثير، كان تقريبا قارئ ويأذن، وراها الشيخ يونس الله يرحمه، كان هم يدرسنا قرآن ويدرسنا، أنا ما كنت أدرس عنده بس الجماعة كلهم دارسين عنده. مساحة المسجد اللي داخل اللي نصلي به 20 25 متر في 12 متر 300 متر مربع المسجد جوا. أما في تاريخ البناء مالته من بال 1960 بدأ بناء الجامع من كوادر يعني 90% من الإخوة المسيحيين، كان والجامع يعني تم الاتفاق أنه يبنى من حجر الحلان، فحجر الحلان في السابق كان يجيبونه سيارات قلابات هاي القديمة القطع الحجر الكبيرة تقريبا متر ونص في مترين أو مترين في مترين، وكان تجي القلابة كانت هاي كلها أرض يعني عرض مع البناء كان فارغة، يجي يفرغ الحلان القلاب بالفناء مع المسجد، وبعدين يجون الأخوة المسيحيين يعني ناس شياب كبار ما شباب، يجون يخلون الحجرة بالنص و واحد من هالصفحة والآخر من الصفحة المقابلة، وكان الميشار من هذا النوع الكبير يعني أدفعوا يدفع ولا يسحب، واحد يدفع واحد يسحب، والميشار تقريبا من الخشب مربع وبالنص الميشار، فبيدات من جهة المقابل ومن جهتي ينشرون الحجر الكبير، والحجر يطولون بها يوم يومين، ما كان أكو معمل يقطع أو مكائن تقطع أو كوسرة تقص، هاي كلها ما كانت موجودة، فالحجر من يقطعونه قطع تقريبا مثلا 20 في 30 أو 40 في حسب الحاجة للجامع حسب البناء، كان النقش مالته ينقش بواسطة الفأس وليس باليد. المصرف مال الجامع والبناء مال الجامع كان من المحسنين بالمنطقة مال الموصل الجديدة كلها تقريبا، كلف البناء مالته تقريبا 39 ألف دينار عراقي 39 ألف،
أهل المنطقة، يعني هذا 500 دينار وهذا 100 دينار، يعني إذا نذكر أسماء المنطقة كلها، موصل الجديدة ومنطقة اليقظة كلهم شاركوا بالبناء، ناس معروفين وجهاء المنطقة والجامع كان، يعني سبحان الله، يعني الله سهل الأمور بشكل، يعني حتى ناس من غير مكان جو وجابوا الفلوس، جابوا تبرعات. المنارة ما جامع اليقظة هسه ما شاء الله كاملة ومنارة، قبل يوم اللي حفروا الأساس مال المنارة تقريبا 7 متر في 7 متر مربع، الأساس مالها كان بعمق 6 متر إلى 7 متر. نحن كنا تقريبا، كان عمري أنا مال 57، وكان بال 64 أو بال 63 أنا كنت أنزل على الأساس مال المنارة بالسلم أنا وأصدقائي بالمنطقة، الله يرحمه طه والله يرحمه نذير بن حميد بلال، كنا ننزل نلعب جوا بالأساس. ليش ننزل نلعب جوا بالأساس؟ يعني كان أكو صخرة طلعت سبحان الله ومبعوجي من هون تفوت وتطلع من هاي الجهة، يعني بها يعني شو نقول، مثل ما نقول نفق بها من جوا ونطلع. فشوفنا الصبح والظهر والعصر نلعب بالأساس مال هاي المنارة قبل ما بنوها، وبعدين ما شاء الله برزت فوق السطح الأرض المنارة، بنوها الإخوة، وكانت على شكل مثمن، يعني مثمنة الأضلاع، وبارتفاع تقريبا 36 متر الارتفاع مال المنارة. والشيء اللي يعني يجب ان يذكر بهذه البناء بهاي المنارة انه الدرائج الداخلية جوا الدرجة مع البناء، يعني يعملون الدرجة وبعدين يخلون فوق البناء مال المنارة الخارجية ويصعدون مرتله ويخلون درجة ويخلون البناء فوق، يعني فقط شغل مال، يعني مال مثل ما نقول بالعامية الاخ مال اخر اخونه، شغل دقيق وشغل محترم، وناس اللي اشتغلت بالجامع ناس مخلصة بشكل، إلى أن كملوا تتكون من تقريبا حلقتين الارتفاع ماله، وفوق أكو باب، وتقريبا المسافة بين الحائط مال المنارة ومع المنارة تقريبا 80 أو 90 سنتيمتر، حتى متر ما بيها، يعني شوية رفيعة من فوق، والارتفاع ماله مثل ما قلنا 36 متر. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة،
حي على الفلاح. الله أكبر. يتميز جامع اليقظة بوجود فيه بابان، باب يعتبر جنوبي جنوبي ويطل على الفرع، وباب من الشمال يطل على الشارع العام. وعند كل مدخل من هذه المداخل من هذه الأبواب يوجد مكان للوضوء. فالباب اللي على الفرع على المنطقة السكنية به هذه المنطقة للوضوء، ما شاء الله وبه عدة يعني ما الوضوء كامل، لا يوجد أي نقص فيه. والوضوء الرئيسي الموجود في الباب اللي هو على الشارع العام نسميه احنا الباب الشمالي، هو الباب الرئيسي تقريبا اللي بيد الرايج. ويعني الابواب اللي الفرعي اللي بالفرع كله حلان ومزخرف، وكانما هو الباب الرئيسي، يعني اللي يجي وما يعرف يقول هذا الباب الرئيسي. والباب اللي على الشارع العام ما شاء الله شويه اكبر واضخم. بالنسبة للقبة مال جامع اليقظة الإسلامية، القبة ما شاء الله عليها تتكون من قبتين، قبة داخلية وقبة خارجية، ويفصل بيناتهم تقريبا من الأسفل متر ومن الأعلى تقريبا 4-5 أمتار. والقبة تتكون عندنا من الكاش الفرفوري اللي قبل كان ما موجود بمدينة الموصل، فجابونه من كربلاء ومن النجف، هم نفسهم اللي المهندس المصري والأخوة المسيحيين راحوا وجابوا الكاش الفرفوري باللون الأخضر، ما شاء الله طولوا بيها تقريبا بس الصف مال الفرفوري طولوا بيها في 7 أشهر 6 أشهر يعني متكاملة بدون أي وقفة، وطلعت بهذه الصورة الجميلة. وأما عن الحوش اللي موجود في جامع اليقظة الإسلامية، ما شاء الله تقريبا مساحته تطلع 600 متر مربع إلى 800 متر، مع نشيل الفناء مع الدرايج ونشيل ما شاء الله. والحديقة هذه الحديقة الخضراء يعني المتكلم هو اللي يعملها عن روح والده الحاج سعيد النجماوي، وقف لوا ومصرفها كله وتعبي كله على هذه الحديقة على روح الوالد المرحوم.
ولكن في 2003 يعني الجامع كان له دور فعال، يمكن يعني من أبرز الأدوار التي في الموصل. فيعني جنابكم تعرفون أنه صارت ما تسمى بالحواسم والسرقات من دوائر الحكومة، فقام الجامع بأخذ جميع يعني المسروقات من بعض الناس الذين سولت لهم أنفسهم بسرقة يعني الكثير من المواد من الدوائر الحكومية. قام الجامع بأخذها وإعادتها إلى الدوائر مرة أخرى، وهذا كان يعني الجامع له يعني موقف مشهود عند أهل الموصل في وقتها. وأيضا يعني كان الجامع، حتى قبل ما ننسى، كان الجامع له دور في هذه السنوات، يعني سنة 2003 بالذات. يعني أنتم تعلمون أنه كانت الأعمال متوقفة، فكان الجامع يقوم بتوزيع حليب الأطفال والمواد الغذائية. لم يبقى بيت في منطقة الموصل الجديدة، يعني من ما تسمى بدورة الحماميل إلى هذا كان قاطعنا إحنا إلى الترافيك لايت في موصل الجديدة وهكذا في الجهة الثانية أيضا، إذا لم يتم إيصال الكثير من المبالغ إلى العوائل في وقتها. طبعا افتتاحة الجامع في وقتها جاء يعني دلالة على أهمية الجامع، في يعني أهمية هذا الجامع الذي قام بافتتاحه هو رئيس الجمهورية في وقته عبد السلام عارف رحمه الله تعالى، وبحضور كوكبة من كبار علماء وشخصيات مدينة الموصل، وبحضور الشيخ طبعا يعني بشير أفندي السقالي اللي هو كان من كبار علماء مدينة الموصل. وثم بعد ذلك سلم الجامع مع لجنة للشيخ بشير أفندي السقار رحمه الله تعالى، وأصبح في وقته إماما وخطيبا لهذا الجامع، وهو طبعا أول من ترأس يعني الإمامة والخطاب العام. تقام في الدورات الكثيرة في هذا الجامع، منها الدورات الدينية، منها دورات الخط العربي، وتخرج من الجامع مجموعة لا قليلة من القراء، وكان من جملة القراء المشهورين الأستاذ الله يرحمه علي الرهاوي، كان يقدم دروس إلى المصلين في الجامع. بعد أن صار حوادث 2003 والجامع بقى على وضعه، لكن بعد أن صارت حوادث 2014 انضرب الجامع في أكثر من مكان، وبمساعدة أهالي المنطقة تم إعادة الجامع إلى وضعه الطبيعي. وكان هناك الكثير من المصلين يستادون الجامع حتى من خارج المنطقة، لأنه يعتبر من الجامع من الجوامع الأثرية بالمنطقة. Thank you.
فالجامع يعني حقيقة مساحته 300 متر، هذا مساحة المسجد الداخلي، ومساحة الأروقة 145 متر، ومساحة غرفة الإمام اللي هي في داخل المسجد 24 متر مربع على شكل طبعا مثلثية، مساحة المكتبة 75 متر اللي هي الآن هاي اللي جالسين بيها، ومساحة المرافق الصحية 60 متر، ومساحة دار الخادم اللي هو يعني من أمام الباب من الشارع الخلفي 50 متر مربع. ومثل ما ذكرنا زخرفة الآيات وكذا هاي كلها بيد الأستاذ الكبير الدكتور يوسف ذنون رحمه الله تعالى.